كان شعورك ايه وانت بيجيلك هديه بني ادم او بني ادمه؟ خلينا نتكلم عنهم ان هم سلعه، لان هو في الواقع ده الحقيقه. كيف عمل افراد التنظيم سبايا الازيديات؟ الامير له حق في ناخد قرار في الاسره. استرقاق الازيديات جزء من صناعه الصوره الذهنيه؟ وجود الانحراف شيء منطقي. ضربت رؤوس، جلد اناس. احنا حزب او سلطه بقوه الامر الواقع. اين الرحمه والقلوب؟ احنا ليس علينا فرض. اين برايك دولة الإسلام؟ غابت فيها العدل، ومن غيره لا ملك ولا دولة. أمير حدود داعش في حوار خاص مع أحمد الدريني، الجزء الثالث، الخميس 9:00 مساء على الوثائقية.